طيب يا طويل العمر السلامة، جينا عند هذا شو اسمه ايفنت، قلت كما اقول يا الله الله فلك شادو يا جماعة، خلينا نلعبه. طيب البف نكسر شيلدهم طبعا كالعادة، وراح يزيد لهم دمج الفولو اب 25% ويزيد دمج الالت 15%. اوكي حاطين افنشرين وحاطين فانتاليا يا وقتهم. طيب انا ماني متأكد اذا بدخل ثلاثة، ممكن ندخل اربعة بس لانه ياخذوا مرة وقت كثير. اوكي فممكن ندخل بس اربعة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تستخدموا كود خصم اتش اي متجر تويكس، متجر ودي كمان لا تنسوا عشان تجيكم خصومات. اوكي عموما نفس ما قلت لكم خلصنا ثلاثة واخذنا وقت مرة كثير، فعشان المقطع ما يكون مرة طويل بزيادة وممل بدخل بس في اربعة، واللي بدخله هو اللي في المقطع. اوكي فخلينا ندخله. وجربنا كرن صراحة مساحات البص فانتاليا، فشكلي بغيرها وبحط مثلا تيم بريك اذا كان في بف بريك. اتوقع في بف دوت بس احس بنجلد. تبون نجرب تيم دوت ولا تيم فاير فلاي بريك؟ دوت يا اخي قديم احس مره بزياده. دوت من زمان عنهم. طيب يلا دوت 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 يلا دوت كافكا بلاك سوان وروان مي وهو التيم اللي فوق بحط فيشا ومعطيهم بف الفولو ابس. اوكي وطبعا بشيل هنا هذه يوم يوتينجا وبحط هنا افنتشيرين. افنتشيرين ضد افنتشيرين يلا بينا. احس صعب بيصير، شكله بيصير صعب شكله، بس نشوف كيف الاوضاع ان شاء الله. يعني الامور في السليم نقول ان شاء الله. يلا بسم الله. لا يا هو مضمون مضمون، انتوا خلوا عندكم ثقة وان شاء الله الامور في السليم ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نكذب هذا. هو الحلو انه نبقى نظامهم دحين تكسر شيلدهم، عشان تكسر شيلد البوس لازم تكسر شيلد الصغار اول. تقريبا نفس اللي فات كذا كان النظام عارفين يعني. عموما ما علينا، خلينا نضرب هذه. يسك اتوقع كفاية مع انه سكيل كان افضل اشبه انا. ما علينا نضرب نورمال ونسوي التا هذه ممتاز. طيب جان دورموزا هنا 5 وهنا 12، ال 12 بتكون افضل، خلينا نروح له. ممتاز احنا كل ما ارتفعت الارقام كل ما كانت افضل لنا، فاهمين كده نظام البوس يعني. رحت للصغيرة عشان بخلص منها وبفعل التي دحين على هذه الدبة عشان نحاول نخلص منها وجيب لنا ارقام كويسة. والله تانكي بزيادة والله. اوكي امزح. طيب خلينا نرجع لدي. ايوه ناخذها شوية. اذا ما خاب ظني انه كل ما ارتفعنا ارقامنا كل ما يعني يكون دمجنا اعلى، وكمان يمدينا نكسر شيلد. دحين صارت عندنا صلاحية، وبرضه دحين هذه تفكت يمدينا نهزمها. الذين تانك يا اخي كويس، زودنا 34 و4 ممتاز. اللي بعده هنا نفعل التنا عليه. خلاص بنهزم دحين، كسرنا شيلد وهي الهرجة كلها في كسر الشيلد تقريبا. اوكي اوكي ما يحتاج اوكي اوكي تحمست، فعلت التي بدري مو مشكلة مو مشكلة. ما شاء الله دمج مرة عالي حلوين. فين اللعب يا فينشيرين؟ فين؟ خلينا نبدأ. شوفوا أنا ما أدري إيش أفضل شيء الصراحة، يمديني أروح لل 75 بس إنها حتكون مرة تانكي بزيادة. أنا أقول خذوها حبة حبة، أضربوا السهلة يعني، أضربوا هذه الخمسة حبة حبة. خلينا نسوي سكيل هذي كمان، نسوي هالت هذا ضرب اثنين. ما نبي ضرب اثنين على هذي. خلينا نروح ل 30. اوف والله بألف يا عمي دمجنا ألف. اوكي كويس هذه دمجت. ايش الدمج القليل ده؟ ممتاز ما شاء الله. ما لين دحين ما اعرف ايش وضعه هذا مع الدمج حقه، متى يسوي فلوبات وكذا ما تعلمت له. ان شاء الله يكون نزل شوكيس قريب. خلينا نضرب نورمال، التنا بيجي ممتاز. حلوين يلا. سكيل سكيل سكيل. طيب ممتاز باقي ما تعديناها، بس فكت لنا بعض الكور. خلينا نضرب ال 30 من اول حاقد عليها انا، دحين صار مدين ندمجها. اوكي كويس يلا تهون تهون. ايش ايش سوى ايش الحركة دي؟ اول مرة اشوفها الله يستر. ليش كم ايش ايش اخذ الاربع هو ولا ايش؟ ليش صرنا سبعة؟ ما كنا سبعة.
هلب مشكلة بفعل ألتي عليه يا أخي بس ده مدري شو بيسوي. أوكي صرنا هذا. أوكي يلا أوكي تكة وينكسر شيلده تكة يلا يلا لا انكسر شيلده خلاص. والله مو مرة صعبة الصراحة والله أنا عشان أوكي فيشاو حقتي هذا صح سي 1 فيشاو حقت سي 1 أوكي وروبن سي 1 خلينا نشوف دحين مع تيم فول اف 2 بي بس مع سلاح فاير فلاي أوكي أمزح أوكي أوه ودخلنا تيم الدوت نسيت أنت السبب إن شاء الله نسويها إن شاء الله أحس دخلنا في تيم فاير فلاي يلا مو مشكلة مو مشكلة أنا أثق في تيم الدوت أنا أثق في تيم الدوت كافكا يا عمي عندي اي 3 والاي 3 حقها مره خايس ما مقارنته بالشخصيات اللي دحين موجوده ولا شيء ترى بس يلا خلينا نشوف ان شاء الله انا اثق في ذا التيم باذن الله ما عليكم ما عليكم اثقوا يا اخي خلوا عندكم ثقه وراح نوصل شوفوا قويه ايش بكم ما ادري كم دمج سوينا ايه مرة مرة خلاص نزلت التيمات هذه للأسف بس يعني خلينا نشوف شو نسوي بحط هيل والله عشان المعفنة دي فانتاليا تسوي بتقروشنا خلينا نقلت أول شيء بعدين نقلت بهذه بعدين نسوي زي كذا كون كسرنا شيلد ممتاز مدين نغلط كمان حلوين طيب ممتاز بداية كويسة بداية خير ممكن كنا بفاير فلاي خلصنا وجلدناهم بس بداية خير شو كسرنا الوردتين ممتاز يلا دحين ندمج ابيك دمج يا الله ما عليكم وثقوا نبي نكسر الشيلد احنا بس اوف قلبت فايز الثاني اول مره اوكي المره الاولى ما شفنا الفايز الثاني حتى احنا اوكي جي نثق بكافكا وبلاك سوان يا ايش بكم ما تيجي يجي ما عليكم لو عندكم ثقه يعني لا ما كسرتني ولا شيء عيب عليكم اين موجودين تيم الدوت يا حبيبي شوفوا هذه حنكسرها ايزي شفتوا قلنا اوبي خلاص يعني ان شاء الله اوه والله حركات والله حركات والله خلينا نفعل انت هذه اوكي حلو حلو ايش الحركات دي يلا نسوي سكيل كم دمج 200,000 200,000 حلو نفس المتوقع ممتاز الت ما يحتاج خلي الالت بعدين نجمع سكيلاتنا احنا بس نورمال احس اقتلها عادي لازم اقتلها بسرعة يا الله هاني قاعد تلعب بلكت بشادو مو ميموري لازم اخلص مره بسرعه هنا طيب مو مشكله بس انا بعلتها عشان شو اسمه يا اخي عشان يلا خلينا نفعل عشان اكسر هنا الشيل زينه زحمه ما عليكم هو تحمينا ان شاء الله يلا مين اهم شيء سكلها يكون شغال اهم شيء لاني عارف اني بنجلد لو سكلها مو شغال يلا ممتازة كسرنا واحد حلوين شو عادي لو واحد مات صح اهم شيء نخلص بسرعة اذا ما خاب ظني وقاعدين نكسر شيلز كويس اتي مدوت يعني ما زال حي ما عليكم اتوقع حلوين اوه رهيب والله ما اتي مدوت مرة كسرنا برضو ممتاز
كافكا هنا بالنورمال نكسر يلا بعدين نفعل التنا يلا. ايش يصير لو كسرنا كل الورود؟ تنزل هي؟ اه لا والله باقي. اوف رفعت ورود ثانية. لا يا شيخة لا سوت لنا اونو ريفرس كارد ما يصير يا اخي. ما توقعت والله توقعت خلاص مدري توقف يعني ليه؟ اوكي الغلط مني انا استعنت فيها ما عليكم. انا الله تبدي قلت ويت كسر الشيلد ونرجع لها بكفكة ما عليكم. شوفوا وفي تيم ان شاء الله يعني قاعد اموت موتي يا اخي موتي. اوكي هيلتنا كويس. نو مو على الهيلر. اوكي كويس كويس والله كويس على الهيلر. يلا هذا بتال الدحين دحين تشوفوا دحين تشوفوا حترفع ورود ثانية. يا الله ليه دخلت في تيم الدوت انا يا الله يا ليل يا اخي يا الله يا الله كل ما اتعب واكسر الورود انت ترفع لي ورود ثانيه. ما ادري بستفيد انا باخذ بفات طيب ما ادري في ستة فوق راس كل شخصيه ما اعرف ايش دي. انا امل انه ان شاء الله نستفيد يعني ان شاء الله بنجلد دحين ما راضي ينكسر شيلده. طولنا مره ترى بس اتوقع التيم الاول سوى كويس فامورنا في السليم يعني حتى لو طولنا ما في مشاكل. يا ليل يا اخي يا ليل يا ليل خلاص باقي لها تكه وينكسر شيلدها. ها انكسر شي اخيرا ما بغينا ما بغينا يلا قلعي يا نسوي سكله هنا عشان نقلل الدفاع نفعل علتها كفكه تنهيها كفكه تنهيها 100% 100% يا 300000 300000 شو نفس المتوقع يعني نفس المتوقع وارقامها حلوة يعني مو بطالة كويسة. لا خلاص خلصناها بس السؤال هو هل حناخدها فل ولا هو نهاتها. شفتوا يمديكم تخلصوا هذا الطور بهوه بس 7000 تكفي وتوفي بالراحة. هي 6600 حلوين يعني اخذنا احنا النص حتى 3300 هي النص على كل فيز واخذنا النص في هذه رغم انه طولنا يعني الامور ان شاء الله في السليم. حاولوا تكسروا دروعهم بشكل ممتاز. لو عندكم تيم بريك اتوقع بيكون افضل خصوصا فاير فلاي او مستقبلا رابا. يب انا متاكد فاير فلاي كانت حتكون احسن 100% وكان حيكون تيم اف 2 بي اكثر من ذات تيم وبرضه بيكون احسن لانه ذات تيم فيه كافكا اي 3 عارفين. بس يلا جبنا اهم شيء البرومو حقتهم وهذه الحمد لله. فين الشوب حقهم؟ هذا الشوب. لا تنسوا مره ثانيه اذكركم اذا ما اخذتوا هذه خذوها اوكي. بس والله ان شاء الله يكون عجبكم المقطع ان شاء الله انكم استفدتوا واستمتعتوا. كان معكم اخوكم هاني نشوفكم على خير ان شاء الله في فقره جديده معه وفي امان الله.